أنا اسمي غانم المفتاح، هذه قصتي التي تتحدى المستحيل. إعاقتي سمها متلازمة التراجع الذيلي، هي من أدرى الإعاقات في العالم، وتأثر علي وهي تأثر علي كثير، ولكن تعايشت معها برضا وحب وسلام. من أصعب التحديات التي تواجهني حاجتي للعلاج المستمر، وهو متعب كثير بشكل يومي، لكن يحتاج صبر إن شاء الله. أنا إيجابي لأن تعلمت من أمي إن الحياة حلوة، ما في شيء اسمه مستحيل. أهمية الدعم، أول شيء بفضل الله، ثم دعم أهلي وبلادي وتشجيع أصدقائي، وصلت هالمرحلة. أحمد أخوي التوأم، هو ساعدني وساندني، ومرات يعني نتهاوش، لكن أكثر شيء نلعب يا بعض. وأنا عندي نفيش وعندي نفيش. خلال حسابي في الانستغرام وعندي تقريبا 1,000,000 متابع، أريد أن أقول أن كل إنسان يحق له أن يحلم وأن يكون له طموحات يحققها. وسائل الإعلام الاجتماعية هي نافذة على العالم، نوصل رسالتنا أسرع، ولابد أن نستخدمها بشكل إيجابي ومفيد. أريد أن يفهموا أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين على العطاء، وأنهم فعالين في المجتمع. أهتم بمساعدة الآخرين، إن هاي واجب إنساني وأخلاقي. مؤسسة غانم محمد مفتاح للكراسي المتحركة، أهلي سووها في البيت، ما لها أي صفة قانونية. نشتري الكراسي بفلوسنا الخاصة، ونتبرع حق الأطفال المحتاجين. ومشروع كن إيجابيا هو دعوة للحب والسلام. فأهلي سووا نادي في البيت، وكان معي 12 طفل من إعاقات مختلفة، وكان معي مدربين متطوعين. الألعاب الرياضية المفضلة لدي السكيت بوردينج، الآيس هوكي، كرة القدم. ألعب كرة القدم بالسكيت بورد مع أصدقائي، والباسكت بول، والسباحة، والسكوبا دايفين. والحمد لله قدرت أغوص 18 متر في البحار والمحيطات. الرياضة تساعدني إني أقوي عضلاتي وإني أعتمد على نفسي في كل أموري. أهلي وجهوا عدة دعوات للبطل الأمريكي العالمي في التزحلق على الجليد تايلر ووكر لزيارتنا في قطر، علشان أشوف إن في أشخاص أبطال في العالم مثل إعاقتي. شجعني في رياضة الآيس هوكي، ويعني التزحلق على الجليد، وحبيت الرياضة. إن شاء الله بشارك في الألعاب البارالمبية في المستقبل، ممكن الرماية أو السباحة. بطولة العالم لذوي احتياجات الخاصة سيجتمع في هذه البطولة آلاف اللاعبين من كل دول العالم على هالأرض الطيبة، وهاي فرصة لنا للتنافس، ومن خلالها نبين للعالم أن الإعاقة لا تعني الاستسلام. إقامة البطولة في الدوحة تؤكد على اهتمام الدولة بكل ما يخص ذوي الإعاقة، هاي دعم كبير لنا. بطولة العالم لألعاب القوة لذوي احتياجات الخاصة الدوحة 2015 ستتحدى المستحيل. احصلوا على التذاكر الآن. نشكركم على دعمكم المذهل.